هذا هو الدوار اخوان، هو هذا يا هذا المنظر، هذه راه غادي فوق القنطره دابا. ها هي البقيره، هذه هي البقيره ياك ناكل البقيره اللي شربنا لها الحليب. هذا الحمام، هذاك الحمام وهذا الحمام، هذه هنايا كيطيبوا على العود. شوف واحد الوليد، شوف نمشي نشدو، نمشي نشدو يا ربي يا ربي يا ربي. واخيرا بعد المعاناة جمعنا الحليب ديالنا. يلا سيدي، دابا غادي نتحركوا ان شاء الله مع بو الحسن، غنمشيو عندك للدوار نشوفوا فين كاين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا الله يا الله على الصلاة، يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه الشجره ديال القرقاع ياك؟ القرقاع 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 مشى مشى القرقاع كيبيعوا. ها هي بلاصه ديال لاطونت هذه، والله الا بلاصه ديال حمزه، اش بالك في هذه البلاصه؟ لا لا ديال لاطونت هذه، الخبز والشعير ياك؟ الخبز والشعير الشعير ما كاين ليه غير تنشريو. كتشريو؟ ياه ما كاينش فين هي تنحطو من لا ما كتحرسو الشعير ياه؟ والو ما كاينش الشعير، الشعير من عرابا تيشري من الاثنين، من الاثنين ومراكش. اه الاجواء كي دايره هنا تبارك الله، هنا فين دوزنا 24 ساعة، وهذه احسن 24 ساعة كندوز. تقريبا شي ثلاثة الليلات دوز هنا، واعرين صراحة، واعرين بزاف، عرفتي كترتاح مع هذا الصوت ديال الماء والجبال والناس طيبين هنا، الله يعمرها دار. صافي كتبعد على الضجيج، تبعد على الصداع، كتجي كتكالم هنايا. شي الماء تبارك الله خير خير مولانا، الراحة النفسية. الواد هجم، الواد تيجي، الواد تيدرع كلشي من 40 مشى ياك. كيدي كلشي، كيدي كلشي ولا داكشي علاش ما كيزرعوش هنايا. تيطلعوا الشتا مزيان مزيان من الفوق، كتجي من الفوق، ها هو راه كان كلشي كان هجم عليهم الواد، ولكن ما ماشي شي هجمه بزاف. شو رجال الواد امين، غادي ندوزو ونشوفو تراوني لهنا. القنطرة والو، ما بقاتش القنطرة، مشى من الواد، داها الواد، داها الواد القنطرة. واحد القنطرة كانت هنايا بالعود داها. خير مدفق هنا تبارك الله. بشوية عليك الطريق، راه كيضربها كل نهار الطريق. واحد الديكور واعر هنايا، الشجر مطيح، هاد الوراق صفر. شوف وادي ياه، قهوة قهوة كتكون عامرة هنا في الصيف. هاوا هادي قهوة كتكون عامرة هنا بالعائلات. واحد الديكور هربان، سبحان الله. هذه البلاصة ما فيهاش الشمس، وهذه البلاصة فيها الشمس مع الجبال مدرقين.
القهوه اخرى هلا اخرى ياك كله ما قهاوي ثلاثه القهاوي هذا ثلاثه بنات هذا الشيء واركي بلاصه ديال لاطونج هذا هو الدوار اخوان هو هذا يا هذا المنظر هذه راه غادي فوق القنطره دابا الدوار سميتو الدوار سميتو أكادير أي بولمان دائرة سيتي فاطمة أكادير أي بولمان أي بولمان أكادير أي بولمان دائرة سيتي فاطمة هذاك الشيء جامع هذا ياك جامع جامع هذا بقى يلاه كيتبنى هذا الجامع لا مازال مازال ما تتبني هذا ياك خاص الفلوس شو كاين شي الخدمة ياك واحد الجامع يلاه بداو وعاودوا حبسوا الخدمة مازال تبارك الله المنطقة هنا راه زوينة حنا غاديين عند الدويرة ديال با الحسن هذاك الشيء ديال القهوة هذا ياك قهوة هذيك شاي القهوة نعم والبرقوق والبرقوق هذا البرقوق البرقوق هذا ياك هذه الشجرة ديال البرقوق تبارك الله قداش لا برقوق كاين واحد المدرسة هنايا شو مدرسة دابا حنا غادي نطالعين الدوار هذا هو الدوار راه كاينه الطريق تقريبا كاينه واحد 3 كيلومتر اللي كاينه كيجي بها على رجلي كاينه الطريق هادي قبي هادي هذا الدوار وهادي هادي حتى الدوار وهادي وهادي تبارك الله هاي الدوار ديما وتشوف نشوفوا البقراوت هاي الدار ديالها جيجي شوف هادشي قديم اخوان تبارك الله هاتي قمي هاتي قمي هاتي قمي الدجاج دخل صافي كاين ناس فين الدار دابا وراك تبارك الله يعطيك الصحة دار زوينة ها القرعة هنا فين؟ في القرعة هادي الفوق فين هي؟ القرعة ها القرعة تبارك الله هادي القرعة اللي شنا ديك النهار ياش شو شو تبارك الله قرعة شو هادي هادي اللي صورناها كانت باقا صغيرة شو دابا تبارك الله ولات قداش كبيرة هاهي التانية ويلا قرعة تبارك الله شو هادي قداش دي هادشي الصغيرة ها دي هادشي الصغيرة دي لا الله يخلف عليك الله يحفظك قال لي ديها الله يحفظك بسم الله هذه القرعه هي اللي شنا ديك النهار هي صغيره كانت صغيره في البلاد في البلاد هي كانت هي في البحيره اللي كانت في البحيره هي في البحيره هي شي صغيره كاين شي كاين هذه هي اللي كانت ديك النهار هي فاش صورتها لكم دابا ولات كبيره تبارك الله شطار كبيره ما كيخافوش هذا انا الدار الرئيسيه دابا ديال بغيت نجي لا بغيت نجي صافي ملي تجي صافي ان شاء الله ها هي الدار عنده فيها بروميان ها هي عملت نعس لا بغيت نعس الله يخلف عليك الله يحفظك صافي دابا عرفنا الدار المرة الجاية إن شاء الله غنجيو للدار ديريكت صافي الفوق الفوق كاين نطلعو شوف تبارك الله الدار شو راه كيطلع على الجبل الحمام كاين الحمام فوق يا الحمام السلام عليكم الحمام يا لا وجهي هادي الدويره ديال با الحسن
الا بغيتي تجي الا بغيتي تجي هات لي فيزا ناضي داكشي بسيط ولكن جميل صراحه قولوا على باش نفوت قول ريح احنا دابا مريحين في الدار ديال بو الحسن الله هنا احسن اجواء تبارك الله لك عمرها لا غنمشيو غنمشيو بو الحسن الله يخلف عليك الله يخلف عليك دابا غادي نتحركوا ان شاء الله نمشيو وريناكم الدويره حتى حنا عرفناها تقريبا الا جيت هنايا غنولي نجي عندي ديريكت للدار هنا شنو زعما كاين شي جد وتر لا 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 بو الحسن لا تهلا بو الحسن غنمشيو والله الا غنمشيو الله يحفظك هاد الشوم وريده هذا السطح هذا الحمام هذاك الحمام وهذا الحمام ياك ياه الحمام هذا اه شو الحمام هذا هو الحمام هذه هنايا كيطيبوا على العود شوف هنا كيطيبوا ب كيطيبوا الطاجين كطيبوا الطاجين هنا تايب الخبز 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 والماء ديال الاتاي والماء ديال ياك والماء ديال الاتاي هذا هو السطيح شوف تبارك الله هاد المنطقة هادي تبارك الله على السطح السطح رائع انا غنبيع فوق منك جبال غنبيع دارنا اخوتي اللي في كازو غنجي هنا اجي هنا اسكن ها بو الحسن هادي هنا كديروا فيها سميتو البنية ديال القديمة هادي هادي بنية قديمة وهادي جديدة جديد هذا دابا هادي هنا في كان ساكن بو الحسن شحال هادي هادشي ياك كنتي ساكن هنا ودابا تحولتي هنا دابا حولتي هنا الدري ولدي تيبني هنا والاخر تيبني كيبني ثاني حداك كاين عندنا جوج ديور جوج عندنا الدراري تبارك الله ها جدراري دايرين البنيه هنا والاخر تيجي هنا هنايا وانا تنخدم وانت كتسكن هنا كنت جيت هنا كتجي حتى هنا ولكن كتبات حتى هنايا تنبات هنا كتبات حتى هنا مع كترتاح فيها راه شفت الناموسيه ديالو هنايا كينعس هنايا في الدار ديالو القديمه حيت اي واحد كيرتاح في دارو القديمه الاولى اللي كانت هذه راه مبنيه غير بالتراب هنا ياك غير من التراب التراب والحجر من التراب والحجر والعواد والعواد صافي تيسخنوا كيسخنوا كيسخن الدار ماشي بحال الياجور بحال السيما ياك ماشي بحال السيما السيما بارد بارد هذا هو الدوار اخوتي او دابا غادي نتحركوا نمشيو دابا تتحركوا من هنا لا نمشيو من هنا نطلعوا من هذا الاوكيمدن هذا يدي الاوكيمدن تطلع من هذا صعيب بزاف بعيد واعر شويه واعر شويه غنمشيو من نمشيو من الجهه الاخرى هذا ديال قريب هنا هذا اللي قريب غنمشيو هذا من الخميس ان شاء الله من الخميس هذا الشيء بعاد وواعر واعر بزاف طلعوا حتى من قلت طلعوا من الجبل قاصح 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 بزاف غنمشيو غير من الطريق الطريق مزيان ما كاينش الطريق راه واعره راه مثلا راه كاين واحد الطريق ها هي كيف كتبان لكم هنايا ها هي كاينه طريق بحال هكا وغاده مخطه 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 وكتطلع الجبل وكتمشي وثاني راه كاينين الجبال مورا هذا يعني الطريق واعره واعره بزاف دابا بو الحسن غنخليك غنمشي الله يحفظك الله يحفظك غنمشيو دابا اخوتي تحركوا وراه هذه هي الدويره في كيسكن شو هذا الحمام تبارك الله الحمام هذا الدرويجات سير ابو الحسن مرحبا كوزينة هذه كوزينة هاي البقيرة هذه هي البقيرة ياك ناكل البقيرة اللي شربنا لها الحليب هاي هاي البقيرة اللهم بارك قولوا اللهم بارك يا اخوان تبارك الله ما شاء الله هذه الكبيرة شوية يا البقرة ولدها يلا نمشيو ده
نمشيو. هذه البقيرة هنا كاينة البقيرة. هذا مريض؟ ما مريض شاي. شوف ما كيخافوا بعد. ولا خصني ناكل. خصها ما ياكل. المقر ديال البقرة هنا. تحركنا دابا اخوان، العملية تمت بنجاح. دوزنا وقيت زوينة مع بو الحسن. دابا غادي نشدو الطريق ديالنا لأوكيم دان ان شاء الله بإذن الله. وهاد البلاد صراحة ما تسخاش تمشي منها صراحة. جيت لهنا وما نطلعش نشوف الشلالات ديال سيتي فاطمه، ما يمكنش. حتى كتقول ما غادي نكمل الطريق ديالي وكتلقى راسك في طريق اخرى. ضروري نمشيو نكتشفوا دابا الشلال، نشوفوه واش مجهد ولا ما مجهدش. السلام عليكم. وعليكم السلام. واه كاينه طريق طريق طريق. كيف كتشوفوا الشجر ديال القرقاع راه خارف. امازيغ، تحياتي للامازيغ، الناس الله يعمرها دار دراوي الصراح. باقا طريق الشلال. دابا غنطلعو عند العاصمة ديال القرودة. هيا شو راه معلقين في الشجر تما. ها واحد، ام واحد الخمسة هنايا. كيبان ليا غنشد شي وليد نديه معايا نربيه. شو ليا شحال ناري ناري. واو 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 واو. ويلك تنطيح. الطريق كبيرة. نطلع عند القرودة. واحد القريدة هاي شو أهلا. ها واحد آخر شو جين. واحد صغير هاو شكي دير شو هذا ذكر هذا بين شو واحد الوليد شو همشي نشد همشي نشد يا رب يا رب يا رب يا رب نادي هاو زقا العاصمة ديال القرودة اخوان ليلة العاصمة ديال القرودة شو واحد الوليد مهار بالاخرين. هاو 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 شو فين هاني فين عشيري عشيري صافق. هاو اخوتي اقرب قريدة. شو راه كيبان لي غيخطف لي الكاميرا. شوف ها ما تخاف ما والو هاك شوف كيف كيدير. سبحان الخالق وفي خلقه شؤون. ها نشوف فين هو هرب افينا. ايوا شوف كيدير سبحان الخالق. الرايح هنايا نتكونسونطرا شويه ونصورهم لكم مزيان. القروده هنايا كاميرا طاحت بحال هكا. نخليهم شو واحد كيحك شو ها هو غنشدو دابا. شو راه كيحك
شو واحد ديكور هربان هنايا. انا دابا في العاصمه ديال القروده. ها واحد اخر او شو هذا؟ شو كي حك شو كي دير كوكو كوكو هرب. سبحان الله شو كي يشوفو كي هرب. ها كيتخلع. انا راه في الادغال دابا. احسن حاجه اخوتي هي تقابل طبيعه بحال هكا وتريح الارض وتكونسونطرا، تبعد على الضجيج، تبعد على كحراس كحراس اللي باغي غير المصلحه، تبعد منه وتجي تكونسونطرا مع الطبيعه الجميله اللهم بارك، وتنظر الى عظمه الخالق. شو اخوتي راه هربوا دابا، دابا غادي نتحركوا ان شاء الله باذن الله للشلالات، والشلال باقي طويل. شوفوا الدنيا كي دايره هنا تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. شو الدنيا ناضيه وزاهيه، ورا باقي نفوق منا. الله يلا سبحان الخالق. هذه الاجواء هذه اجواء خياليه خياليه ديال بصح، انك تريح في الطبيعه وتكون سونطرا وتاخذ نفس عميق وتعرف راسك شنو كدير، شنو كدير في الحياه ولاش باغي توصل في الحياه. الحمد لله حنا بغينا نوصل والو، بغينا نريحوا في الطبيعه ونتكونسونطراو مع دماغنا صافي، هادشي اللي بغينا. الخوت جريت عليهم تقريبا، استراحت واحد شويه، دابا غادي نكمل هالشلال ان شاء الله، وديك الساعه غنشوفوا الوجهه فين. الرحله ملي كتكون خارج ما عارفش فين غادي تمشي، ما عارفش فين غتبات، ما عارف والو، كتمشي غير على الله وصافي. دابا غنشوفوا الا كانت الاجواء مناسبه اننا نمشيو لاوكيمدن غنمشيو، ما كانش الاجواء راه ما عندنا ما نديرو. دابا نبعد على عاصمه القروده ونطلع للشلال. وبالنسبه للناس اللي باغا تجي لهنايا لهذ البلاصه اخوتي، هاد البلاصه السميه ديالها سيتي فاطمه، راه معروفه معروفه سيتي فاطمه وريكا، راه معروفين نواحي ديال مراكش. صراحه الطبيعه ناضيه ما شاء الله، كيف كتشوفوا طبيعه خلابه خلابه ديال بصح، وتستحق انك تجي تزورها. وكاينين الشلالات اللي غادي نطلعوا لهم دابا، راه كاينين في القمه، وراه ديجا صورت لكم هذا الشيء. غير هو ملي كتجي لهاد البلاصه هذه ضروري خاصك تطلع للشلال، الدماغ ديالك كيقول لك وفلان واش ترى خاصك تطلع للشلال، وكتطلع للشلال. المهم الحمد لله زرنا بو الحسن، كيف لاحظتوا بو الحسن الله يعمرها دار، انسان درويش انسان معقول، كيف لاحظتوا جاب لينا الفطور وجاب لينا الله يخلف عليه ودانا لدارو، وقال لي بقى بات مرحبا بيك، وقال لي دي معك هذيك القرعه اللي وريتكم، قال لي واش الا بغيتي دي منها للدار دي منها، قلت ليه الله يخلف عليك الله يحفظك ما فيا ما ناس تقل، وهادشي اللي كاين. وصراحه انسان الله يعمرها دار، ومازال ان شاء الله غادي نرجعوا عنده. خليوا لي الراي ديالكم، واش رجعوا عنده للدار نباتوا عنده شي ليله في الدار، الا عجبكم البلان رجع عنده ان شاء الله ونباتوا عنده شي ليله في الدار. شو واحد الوليد، شوف انا هبطت عندهم كنت الفوق انا، وهما ثاني هبطوا هربوا خافوا من تمايا وهبطوا هنا. ترى تبارك الله كاينين القروده هنا موجودين مع هنا، كيلقاو ما ياكلوا، كيلقاو القرقاع، كيلقاو الوراق، كيلقاو ما ياكلوا. شوف ها واحد، ها وها واحد، ترى بزاف. الدنيا اليوم اخوتي عامره عامره لحقاش، كاينين القور كاينين القور بزاف، ما عرفتش علاش الدنيا شويه عامره وعامرين غير بالقور. العرب ما كاينينش، والعرب خرجوا دورو شويه، ومروكن خرجوا صاحبي دورو جولوا خلقوا السعاده، الدنيا راه فانيه. شحال القليسه تبارك الله. السلام عليكم. السلام قليسه شلحاويه. هذا كيتشرب هذا؟ بسم الله. الله مقلاصي. انا واحد الكليسه ثاني. شو شحال ديال القور، شو هادو كاملين توريس. هادو تبارك الله الشلال اليوم عامر عامر بالتوريس، انا توريس.
شو شحال تبارك الله ديال شحال ديال التوريست تبارك الله. واو واو كاين الطريق. طيح هي اللي كانت تطيح ولكن المروكين وغيدير لها بحكا تشبت بالحياة. هذه التشبت بالحياة ما فاهمين والو شو قدرت اليوم. شحال تبارك الله هو تبارك الله واش لا راه قربنا ليه هو هذا مور هاد الشجرة بزاف ديال التوريست مروكين وفيرا. انا غندوز من هنا هي سهله ايزي او خير انا سبقتهم صافي شحال باقين ورايا هادو كاملين خايفين يزلقوا تبارك الله الدنيا هنايا يا سلام اخيرا اخوان وصلت الحمد لله هذا هو الشلال هذا هو اكبر شلال كاين في سيتي فاطمه وصراحه اليوم اجواء هستيرية ديال القوار الخوت كاينين القوار بزاف اللي توريت بزاف وضربت هذا الجبل هذا تقريبا ما كايناش حتى 15 دقيقه باش طلعت كنجري العروقات شوف العرق وهذا هو اكبر شلال تبارك الله وكاين واحد شلال اخر من فوق منه اللي ديجا طلعت ليه من هذه البلاصه هذه كيف كتطلع حدا هذه البلاصه طلعت ليه موراه كاين شلال اخر كبير تبارك الله الاجواء هنايا واعره واعره بزاف اجيو زوروا بلادكم لحقاش البلاد بلا ما يتشافى اخوان صراحه ها هو شلال اللهم بارك هذه عامره هنايا هادشي كامل اللي كتشوفوه توريس هادشي كامل براني داخل عندنا البراني يا اخوان دينا الطريق شو لي طويج ناس كدير هنا هاد بريري دابا شوف بارك الله سيتي فاطمة راه عامرة اليوم بالقور كاين القور بزاف بزاف شو الدنيا كديرة مبلوكية معرفتش شنو كاين هنا هاي ويلا موجودين القور على الجاد اليوم صافا؟ يا تور تور نو ماروك انت مخنوق الدعوه وعامر هادشي كامل راه قور اخوان راه ما كاينش العرب القور حنا اللي عرب من وسطهم